شيء. يا مزاجو يا مزاجو، طب اطلبين انفخ معاكي. بقول لك ايه، انا دماغي منفوخه وقد كده ومش ناقصه حد في السهالي. وايه رايك لو اقعد معاكي وما اطلعش؟ يا خوفي لا اخرج من الفيلا من غير حكم. لا حكم ونص. انت بس اللي ما واخداش بالك. اما نشوف، مش عارفه انت وابنك عايزين ايه تاني. ولدي مين فيهم؟ هو في غيره اللي مدوخني وكابس على روحي ومخوفني. ماهر الشملول عايزها تيجي تترمي في حضنه وتقول له شني يا حواش. ربنا يسلم طريقه، دوات حلال مصفي. طبعا هو هيجيبه منين؟ باين عاوزاها تتلون بلون الطين. لا طين ولا زرع يا حاكم، انا اللي غلبانه ومحدش سائل فيا. عمال ادبر من هنا واخطط من هنا وانتوا ولا شايفيني. ابنك لازم يرجع من بره خاطب البيت، انا خايفه صافي حد يلف عليها من الجامعه. ما تخافيش، ماهر هيتجوز صافي والسنه دي مش بعدين. يا روحي وايه السكه دي؟ اخوي الله يرجعه بالسلامه، عمره ما هيرجع على رجليه. أخوي أمله ضعيف والأعمار بيد الله، سيبينا احنا نحكم وأعمالنا هنا وكله بعد كده يحيهون. تعرف لو انت صح يا حكم تدخلني عند غنيم. اسمعوا، أنا عاوزكم تاخدوا كلكم أجازة. أجازة؟ نمشوا؟ كيف نمشي والكبير راجد عيان؟ وانت بالذات تغور لحد ما يجي سيدك. انا متماسمر هنا لحد صاحب البيت الكبير ما يقلعني. هطخك يا ربيع لو فتحت حنكك تاني. يلا غور بلا قرف. غور كبير. رايحة فين يا زكية؟ مالك يا كريمة؟ بتحرصينا ولا بتفتشيني؟ لا كده ولا كده يا اخوي، انا بس شميت ريحة ما عجبتنيش قلت اقوم اشوف روحي طبقة عليا ليه. خش يا كريمة مكانك وسيب اخوك في حاله. رجلك مودياك فين يا حكم؟ عاوز تخش اوضة ابو هيبة؟ وما خشش ليه؟ وتخش ليه؟ عاوزة ايه يا كريمة في ليلتك دي؟ صباح تسيب لي فدانين ابوي. فدانين؟ هخش انام واسيبك يا حكم تشوف دنيتك الجديدة. ما تخشي، مالك اتخشبت ليه؟ ايه هتنامي ولا ايه؟ جميلة الساعة دي، غالي يا حكم وانت غالي.
تاج ذهب يا غنيمة. جمال الملك في ذهبه. مخبي الملك ايه تاني يا هيبة؟ اللي يقعد على الكرسي يقبت فيه. خد راحتك يا حبيبي. يا رب سترك ولطفك يا رب. ما تخافيش يا مرات عمي، ما هسيبش عمي لما نرجع سوا. ما كفاهمش يا ولدي، ما كفاهمش جايين هنا عشان يقتلوه. ولا يهمك، هخلي 5 يحرسوه لغايه ما يكون بالسلامه. لو بدر ابعد عنك كنت عملت كده من زمان، لكن انا سادك في مشاعري وعارف انها هتوصلك او حتى تحسي بيها. عارف ان اخواتي هما الحواجز اللي عايشينك عني. انا لا خلف ولا عطية يا صافي، ولا حتى شبههم في اي حاجة. لو ما كنتيش بنت عمي كنت حبيتك. انا بحبك كده زي ما انت. تعرفي لو كنت بتتكلم صيني كنت برضو حبيتك. مهر، مهر لو سمحت انا عايزك تفهم حاجة. المشكلة مش فيك ولا في ان انت ابن عمي، المشكلة فيا انا. انا اللي مش حاسة بيك، انا مش شايفاك اكتر من انك اخويا. انت فاهم؟ فاهمني؟ فاهم، فاهم اللي بتقوليه، لاني شايفه. انت يا صافي لو شايفاني ما كنتيش رديتي بالبعد ده كله. صافي انا يعني لا اقدر ابعد عنك ولا اقدر ابقى خلف ولا عطيه، وما اقدرش غير اني احبك وعاوزك وخلاص. انا عارفه يا ولدي انت بتحب بنتي قد ايه، وما تتصورش انا فرحانه ومن قلبي والله. بس هنعمل ايه؟ بنت عمك كده مخها مخالف، بتركب شمال زي ابوها. ما تفكرش يا ولدي اني ما عارفاكش، لا أنا عارفة إنك زين الشباب يا ولدي، وعارفة عمك بيحبك قد إيه وبيتك عليك أكتر من أخوه، وعارفة كويس إن لو عمك جراله حاجة محدش هيحوطنا ويحوش عنا الوحش غيرك. بعد الشر يا مرات عم، أنا ما محتاجش أسمع الكلام ده، ولو حضرتك عايزة تطمني اطمني. اطمن؟ هو في حد ممكن اطمن له غيرك يا ولدي؟ انا لو مش متحكم كنت برضو هبقى دراع عمي اليمين، لاني بحب الراجل ده. دين ابو هيبه كبير علي، وعمي هيقوم بالسلامه، لازم يقوم بالسلامه. بتعملي ايه وسايبانا البس لحالي؟ بقول لك ايه، انا مش فايقالك، سيبنا اطفح نفسين الاول يمكن افهم. ياكش تشوفها كريمه هتسود عيشتك. تقدر؟ لا يا روحي، ده كان زمان.
إنما أنا دلوقتي مرات كبير العيل اللي مالك كل حاجة في إيده. يا مالك أنت يا مالك. يا صباح تبقي في البلد. أنا في بيت أخوي مش بيتك يا حكم. أخوي ربنا معاه ويكتب له النجاة. هتورثه في بيته يا حكم؟ إيه؟ ده شغل الرجالة. مالك بيه؟ ولا عاوزة تتحكمي في شغلنا؟ ياك سيد عودك على كده. احترم نفسك يا حكم، عيب كده. إيه؟ تاكلوا بعض ليه؟ أختك تغور على بيتها، لو شفتها تاني حقتلها. كأنك اتنطاش من الميتة. بجيلك صوت يا حكم، من الميتة بجيلك طول. مالك بيه يا بنت، مالك بيه، سد حنكك. ثلاثة بالله ما تقعد دقيقة واحدة. فوق يا أبو كيفه، أنا في بيت أخويا هابة. أخويا يا خوي، أخويا للعيبة ما تطلعش مني. والله ما أنا عارفة أنت قاعد هنا ليه. صنعتك إيه يا حكم غير الأفيون؟ شغلتك إيه؟ مش هيبة اللي كبرك؟ مش هيبة اللي عملك ولبسك وعملك بني آدم؟ مالك يا حكم؟ مالك؟ هي حصلت؟ هتقتل أختك؟ اقتل أمي لو حكمت. فينك يا هابه؟ فينك يا خوي؟ ربنا رجعك بالسلامه يا هابه، ربنا يرحمنا بيك يا هابه. تعال يا خوي اشوف اختك صباح، اخوك بيطردها. قمري ويا ريت المال ماله. قمري يا ابو ملختلك قدامي. روق يا حكم روق، أصل هوا المكتب ده مخصوص، والمتعكر يروق من نسي. حلاوتك يا حاج. رايحة فين يا صباح؟ راجعة لبيتي. بيتك؟ هتسيبي البيت لزكية؟ ماليش في قلة الأدب، أنت عارفة أختك. أنت عارفة زكية اللي زي دي لو ركبت ما تنزلش أبدا. تطلع ولا تنزل مالي ومالها، دي بتحشش. انت ناسية اصلا؟ ما انت عارفه هي عاوزه ايه. عاوزه تثبت ان ولاد الاصول راح زمانهم. معلش يا اختي ما تمشيش، اهي واحده تشد والتانيه يا اختي ترخي. ما قدرهاش سيد لحالك. ما عارفاش حاجه اقعد لحالي كيف. خايفه ولا ايه يا كريمه؟ وانت عارفه ان انا خاف من زكيه. امال خايفه من ايه؟ خايفه لاخوك يموت. بعد الشر، اخوك حي والحي مقامه محفوظ. المقام عند اصحاب المقام محفوظ، لكن اللي زي حكم بيكره المقام، بيكره اللي بيفكروا بالاصول. ربنا موجود قادر يحفظ ولاد الاصول. ابوي امي وناسي كلهم في ده اللحظة دي. عمري ما خشيتك يا مكتب، عامل زي البت البنوت عاوزة مأذون. وديني خشيتها سرجة من غير مأذون. خشيت المكتب. هقعد على الكرسي. من الكرسي ده
والعمولة. زمان كان اللعب والجري متعة المتع، وبعديه بقت النسوان هي المتعة الكبيرة والمزاج العالي، وبعديها لفيونا يا حكم. بقت لفيوني متعة المتع سنة لفيون، ألعب بحواجبي لو عاوز، وأقعد مع أمير الأمراء. تلوك الكرسي ده هو المتعة الكبيرة، الكرسي ده كرسي المال والسلطان، كرسي الحكم يا حكم، الكرسي اللي يخلي الكل يطاطي قدامك، والنسوان تلعب قدامك، والأفيون كله قدامك، الكرسي أغلى ما في الدنيا كله. أهلا وسهلا. تشربوا إيه؟ هو كين بيه جاي حالا. عموما هشوفه لكم، مستعجلين شكلهم. وبقى هات لي حباية ولا اتنين من السجار دي، ابو هبة كان بيشربه. اهلا 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 يا حكم بيه. يا سلام، حكم بيه شخصيا في مكتبي، بايه الهنا والسعادة ده؟ قلت نتكلموا احسن، قدلنا شهور بنعض في بعضنا من غير لازمة. انا ماليش اي علاقة بموضوع ابو هبة، انت عارف انا ما بحبش المشاكل. سيب اخوي في حاله وخلينا نتحركوا. مالك ومال شغل خلف يا جدعون بيه؟ خلف ابنك؟ ايه شاطر بس جريء حبتين، حد برضه يدخل كمية البودرة دي كلها من غير ما يمسي على اصحابه. كنت اللي بلغت. اقعد يالا، اقعد يا حبيبي. فوت يا خلف، فوت، جدعون بيه بيهزر معاك. احنا ولاد النهار دي مالناش صالح باللي عدى، عاوزين نجروا الفتحة، تسيبنا في حالنا ونسيبوك يا ابوي في حالك؟ حد جرب على السلاح من يوم ابو هبة؟ وانت عارف احنا نقدر ندخله في المكان اللي نعزوه، سلاح وغيره. اطلع برا، اطلع برا. اسيبك تشتغل في المخدرات زي ما انت عاوز، بس ليا شرط واحد. موافق. اسمع شرطي الاول. من غير ما اسمع موافق. انسى ابو هبه خالص، انا عارف ان هو مش هيرجع زي الاول. نحط ايدينا في ايدين بعض، يبقى السوق بتاعنا بدل ما نتعارك، ونفتح الدنيا بحالها.
عامر. أمر يا حكم بيه يا أخو الغالي. بجيت تتكلم كتير يا عامر. أقطع لساني يا باشا. اسمع، عاوزك تحمل الصناديق دي كلها. كلها؟ كلها يا عامر، ما عاوزش بندقية واحدة في المخزن. ليه يا حكم بيه؟ هنغير المخزن؟ لا. أنا بعت السلاح كله. واه، أمال هنشتغلوا في إيه؟ بطل رط يا عامر، بقول لك السلاح كله يطلع من هنا ويروح العنوان ده. عنوان ايه يا بيه؟ الصناديق دي هتفضل هنا لحد لما يجي ابو هبه بيه، هو صاحب الامر وهو اللي يتصرف. انا هنا صاحب الامر. ميسره، امر يا كبير. عالجو وبعد ما يروق احبسوه لحد ما اتصرف. امرك يا كبير. عايزك تحمل الصناديق في العربيات. تمام. تروح بيها العنوان ده، هيجي لك عطيه توقف لحد ما تسلمه الحاجه. ها؟ تمام يا كبير. لازم تروح المصحة، مش هسيبك تبهدلي نفسك وتبهدلي مين. وديني لصحابي، انا مش عايزه اسمع منك خالص. اصحابي اعتبري نفسك في مصحه من دلوقتي. انا مش عايزه ابقى معاك، انا عايزه اروح لبابي، عايزه اروح لبابي. اهدي يا ترى اصحابها هم اللي بيجيبوا لها ولا هي اللي بتشتري؟ الحقيقه انا اللي بجيبوا لها يا دكتور. انت اللي جيبوا لها وجاي تعالجها؟ اصلها صعبان عليا، بس هي ضحكت عليا في الاول. كانت بتقول لي يعني هاخده كده يعني. والحقيقه لما كانت بتاخده في الاول كانت بتبقى لذيذه قوي. وبعدين بقت مدمنه. وانا خايف عليها يا دكتور دلوقتي، احسن تموت ولا يتقبض عليها ويتبلغ عن اللي بيجيبهولها. هنعمل لها التحاليل اللازمه ونطمن عليها، وبعدين نبعتها للمستشفى اللي تابعنا عشان نعالجها من الادمان. بس خلي بالك الزياره هناك ممنوعه. حتى انا؟ خصوصا انت، المفروض انها تحس انها لوحدها. الحق يا فندم، المريضه هربت. يا نهار اسود. حلو. ايه؟ حلو انها تهرب، والاجمل ان انا طاردها. بس يا ترى يا جين
في المطاردة ولا في الفريسة نفسها. غريب أوي، غريب إنك تقع في حب فريستك. وبعدين معاك يا رولا، وبعدين بس أنا عارف أجيبك إزاي. سلامة يا نور عيني، أبوك يبصلي. فين يا أمتي بتقول كده؟ بصلي بجلك. حتى من جلدي. سيبها يا دكتور، خليها تلمس يدي. الجلد هيصرخ مني. نفسه يلمس حبيبه. أيوة يا أحمد، ابن خالك قفل موبايله. مش قلتلك ده مش دغري؟ طيب اوعى تسيبه، اياك بس ما تكونش بتداري عليه. يلا سلام. مش جاي لي نوم يا ماما. ليه بس يا حبيبي؟ تعالى. طب قولي لي حضرتك جد ابو هيبه. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. جدك ده كان راجل طول بعرض ومقام، عارف كانوا بيغنوا له يقولوا له ايه؟ يغنوا له ايه؟ كانوا بيغنوا له هيو 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 هي حمزه دايب كانوا رعيناي، هيو 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 هي ياللي مليت البيت علي، خلي لي وخلي لي الكل وخلي لي الحمام في الكل، خلي لي وخلي لي الجارة وخلي لي القطة والفارة، هيو 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 هي حمزة دايب كانوا رعيناي، هيو 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 هي ياللي مليت البيت علي، وكان روحي من السما بجسمي جات، وكان دهم السرير دي مركب عايمك جسمي على وجه البحر المجنون، معلش يا غنيمة العلاج في بلاد برا كده. Yes, doctor. The situation does not look well, actually. But he's very strong. I think he will get through this. I hope he will recover soon. Yes, me too. I'll do the best that I can. Danke schön, doctor. Thank you.
ما شاء الله ما شاء الله، لسه بتزرع يا أمين، فيك صحة. طول ما فيها نفس هزرع يا حكم بإذن الله. بس الكم جراد دول مش لايقين عليك، انت عاوز لك كم فدان؟ هني ولا هني؟ ربنا يديمها نعمة. رضا ما محتاجش أكتر من نعمة ربنا. لا لا خلاص، أنا جهزت لك 5 فدادين في الوادي الجديد، تزرع وتقلع براحتك. خبر إيه؟ في إيه؟ الأرض دي لزماني، عاوز أعملها جراج مخزن يعني. لما يرجع أبو هيبة بالسلامة نبقوا نشوف رأيه إيه في الموضوع ده. أبو هبة مين يا أمين؟ أنا هنا اللي بكلمك. برضك لما يرجع أبو هبة. بقول لك إيه، أبو هبة بقاله كتير في بلاد برة، محدش عارف هيجي متى. ارجع بالسلامة بإذن الله، إذا أراد الله شيئا كان. ونعم بالله. هنسوي الأرض ونردموها، لو عاوز تخدم نفسك خد الطين اللي قلتلك عليه بدل ما تشحت هنا. ها؟ على ما أقرب وأحس بجسمي أخاف من الآتي، والله تهون الغربة وانت في صحبتي. وبعدين يا منصور ما عاوزش تفوق ليه؟ طول عمرك بتقع وتقوم، شمعنا المرة دي مكسل تقوم؟ وراك ولاية، ربنا ياخدك من الموت عشان الولاية. تروح فين غنيمة وبناتك؟ لو عاوز تارك تبقى عميت وحتوقع بدري. فوق يا هبة واقفل بيبانك المفتوحة واقفل شبابيكك، ما تخليش حد يشوفك مغلوب. اخلع يا ابو هيبة توب العيا والبس توب صحتك تاني. يا ويلك مني يا كين، يا ويل اللي حيوقف قدامي تاني حتى لو كان حكم. من دلوقت هحاسب الكل، ست وراجل، اللي حيميل هعدله واللي حيخون حيموت. لازم ترجع يا هيبة تاني، كفاياك راحة، اللي في مقامك ملهوش راحة. ساب الصبر أصيلة يا بلادنا الغلبانة، أصيلة يا ست الناس، يا وسط الكلام بداية ونهاية، يا اللي عيونك فجر.
ادهم مالك يا حبيبي في ايه؟ ادهم ماله عيب؟ حبيبي يا حمزة حبيبي. قوم يا حكم، قوم يا حكم، يا مرك يا حكم. أبو هيبة وصل. هيبة يا لهوي ميت على الباب يا حزين. قوم قبل ما يشوفك على فرشك. مش وقت المكمكة يا أختي، فزي قومي قبل قيامتك. كل ما اشوفك يمه انسى التعب والهم وافتكر بس انك امي، وببقى عاوز انام على رجليكي وانت بتضحكي وتقوليلي قوم يا هيبه البصارة على النار. هيبه يوم. غلبتني يا هيبة، كنت فين؟ سافرت ورجعت. لو سافرت تاني هترجع ما تلاقينيش. بعد الشر عنك يوم. كان نفسي في حاجة ملاقيهاش. جبت لك شوكولاتة مخصوص عشان ما تتعبش السكر اللي عندك. حبيبي حبيبي انت يا هيبة، ما تتأخرش تاني. شايفة يا كريمة؟ شايفة يا صباح؟ طب اعمل ايه دلوقت؟ اقول لي هيبة يضربها بالجزمة بتاعت الكبدة دي؟ اهدي مال اهدي غنيمة، غير الفرش وخلاص. شايفها كريمة؟ وانا مالي، هم عينوني حرس ولا ايه؟ لا حرس ولا جرس. بتعملي ايه يا غنيمة؟ لتكون حطلنا حاجة تانية بنت الشواطين دي. ألم المفارش يا ست غنيمة؟ لا خديهم، ولا اقولك احرقيهم، ما عاوزاهمش هنا خالص. اهدي مال اهدي.
حبيبي شوفني كايرو. اضرب واقفين ليه؟ اتفضلوا. الحمد لله على السلامة يا غنيم. بركة لأبو أمينة، ربنا يتمم شفاه على خير. واه. طب ده أبو هيبة الحمد لله الحمد لله، رجع أحسن من الأول. الله أكبر الله أكبر. وهو احنا نكره؟ ما هو حما وعم ولادي برضك. اقعدي يا ام اقعدي. اقعد فين بس يا بنتي؟ يظهر ان الكراسي اتخربطت، ما عرفاش اقعد فين. الحمد لله بالسلامة يا أبو أمين. أتكلم؟ كنت بقول إن القصر وكل مشاريعنا من وقت ما سبتها ماشيين على نفس الخط، لا شمال ولا يمين، لا بننامو في بيوتنا ولا بنفكروا غير في اننا نكبروا مشاريعنا. وبسم الله ما شاء الله يا ابو هيبه، يعني قريه الجوني كل الناس بتشتكي من قله السياح واحنا الاشغال 80%. عمارات 6 اكتوبر عملنا 3 كومبوند، سلمنا منهم 2، ده غير العملة والسلاح والأسرار. وكيل جدعون، عملت معاه ايه يا حكم؟ ملصت ودانه ولا قطعت يده ولا حطيت يدك في يده؟ جدعون والمخدرات، انا مش مانع الكوكايين والهيروين والوساخه دي، قلت لك كفايه عليك الزفت الافيون اللي بتاخده. عموما الشحنه اللي انت وولدك مستنيينها بح طارت. ده أدبا ليك يا حكم. يدك تخنت يا حكم. اخلص. اقعد يا غنيمة مكان